جدع عيب عليك يا عم في الناس كلها تصورك عليك بالراحه على الراجل الناس كلها واقفه تقول لك بالراحه لا يا عم مش رايح شغلك اديني عمي يديك عمك ازاي يعني انا عايز اعرف بس يعني انت ايه اللي منزلك دلوقتي في التراب ده عايز تنزل تعمل ايه شم هوا يا ابني اشم هوا هتقف في البلكونه تشم هوا يا عم نفسي اتمشى شويه يا عم يلا يا عم اخلص عيب يا ابني عيب يلا يا عم ده عمي يا عم يعني ده عم اه تعملوا كده ليه طيب عشان خاطر خنقني في عيشتي طب يا عم خلاص اشرب بقى ايدك يا عم تمام هو ايدك هو ايدك انت يلا يا عم مش روح شغلك جدع عيب عليك يا عم في الناس كلها تصورك عليك حرام يا عم انت يا عم في ايه نتكلم بهدوء انت كده بتتكلم بهدوء والله خرشمه يلا بقى يلا انا هتروح انت يا بيه طب طالما انت هتعملها بتعملها بقى انت هتتعمل فيك اكتر من كده يا جماعة تديني تدان انت فضلت تجزي وتجاهل على الحذاء اللي جابه لك مش مالي عينك الناس دي كلها يعني ده الراجل كبير بالراحة على الراجل الناس كلها واقفة تقول لك بالراحة بالراحة الراجل كبير في السن انا هوصلها لو انت امشي اهدى يا عم انا طب بالراحة يا عم الناس كلها واقفة تقول لك بالراحة الراجل كبير في السن امشي انت يا عم انا هوصله انا في ايه يا اخي ده هما يبغوه احنا نشيله احنا نشيله على روسنا يا عم سيبه لنا انت مش سايقه خلاص يا عم سيبه لنا بعد ما سيبه لك انت مالك انت بقى امشي يلا باشا 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 هو تبعك ده عم يا جماعه انا عم عمك استناني بس فضل. عمك اه عم روح وحد مالكش دعوه عمك عمك في دماغنا وانت مهما ضرب مع ابوك ما ينفعش كل الناس عايبه ما تزعلش من كلها عايبه كل عايبه انت شاب زينا زي لازم يحترم الناس مهما كان راجل انت راجل ثري لو حتى ممكن عملت كده العسل الكيف على وشك الناس كلها تيجي تلطك في التلفزيون علي ما تطلعش عن شعوري يلا علي ده ولا عامل في ايه ده يا عم انت في ايه عبيط ولا ايه يا كابتن بنروح يا كابتن عيب كده يا كابتن يا عم عيب شكلك راجل محترم انا عشان ما اهينش نفسي اهين نفسي كمان انتوا مالكم يا جماعه يلا شوف انت بس انا اللي اهين اللي انت بتعمله ده غلط والله غلط مش صح قسما بالله غلط دول عليك الايام هتبقى في سن كده اهو وضعيف وامك هيبقى اشد منك وهيعمل فيك طب ليه عيب يا عم عيب راجل كبير يا عم يا عم انت مالك طب عيب راجل كبير يعني يا رجاله في يا رجاله طب بالراحه يا جاي لما ده يا جدعان في يا جدعان الصوت العالي ده كله وعشان ابوك عمي عمك ابوك يعني انا شايف الموقف هناك وسامع صوتك خلاص انا اسف يا حاج هروحك يا حاج مفيش حاجه اسمها انا اسف انت كمان مش خلينا لا مفيش حاجه اسمها انا مش هدولي مش قدامنا دي بينه وبينك انت بقى اتكل على الله طب انا هروحه مفيش حاجه اسمها ربنا خلاص اديني عمي اديني عمي يا عم عمك هيمشي لوحده انا عايز عمي يا عم عايز يمشي لوحده هو قال لك انت عملت حساب الكلمه اللي انت بتقولها دلوقتي دي اديني عمي يديك عمك ازاي يعني طب يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه طيب ده برنامج يا جماعه الراجل ده مش كفيف هي تجربه اجتماعيه بنشوف رد فعل المصريين لا والله والله العظيم صاحبي ده برنامج والله لا يا عم انا شايفك وشفتك كم مره قبل كده عامل ايه؟ نورك ايه؟